السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة جوابا لاتي شهيوات. اليوم غادي نقدم لكم كؤوس بالفراولة وكريمة الجبن ماسكربون والقشطة الطرية. الصراحة كيجيو لذاذين ورائعين، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. ندوزوا المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج كمية من الفراولة الفريز مقطع الى هاد القطع هذه، اكيد بعد ما غسلته مزيان ووضعت فيه شوية ديال خل التفاح، خليته يستقطر مزيان وقطعته. 6 معالق كبيرة من السكر، الى بغيتو تجيكم الكريمة حلوة اكتر يعني يمكن لكم تزيدوا سكر اكتر. بالنسبة للقشرة الطرية الناطه انا غادي نستعمل جوج هادو ديال المركدية، كل واحدة فيها 200 مليلتر يعني 400 مليلتر. اما بالنسبة للجبن ماسكربون فغادي نستعمل 250 غرام. يمكن ليكم تعوضوه بالجبن فيلادلفيا او اي جبن ملفين كديروه مع القشرة الطرية وكيعطيكم نكهة او مذاق زوين. ندوزو لطريقة التحضير اللي هي سهلة مهلة. انا غير بغيت نشارك معكم هاد الديسير، اكيد الكل كيعرفو. بالنسبة للماسكربون غادي نبداو به. هنايا في واحد الاناء البنات غادي نوضع الماسكربون، اكيد غادي يكون بحرارة المطبخ يعني ما يكونش جبدناه من الثلاجة بارد. غادي نضيف عليه السكر، 6 معالق كبيرة من السكر، وغادي نخدمو مزيان حتى يندمج السكر مع هاد الجبن ماسكربون او فيلادلفيا اللي حبيتو. اذا درتو فيلادلفيا ما تكتروش السكر حيتاش فيلادلفيا يعني فيها بزاف ديال السكر. المهم غادي نستمر بحال هكدا حتى نخدمو مزيان، عاد غادي نضيف عليه القشرة الطرية باش نطلع. كيف كتلاحظوا البنات بعد ما خدمته مزيان بلاسباتول دخلت هذاك السكر مزيان، دابا غادي نضيف عليه القشرة الطرية اللي كانت عندي في الثلاجة باردة مزيان مزيان. غادي تلاحظوا باش تعرفوا بلي كانت في الثلاجة وباردة، شوفوا كيفاش كتخرج بحال ان كريم يعني ما تبقاش ليكيد. دابا غادي نضيفو ثانية، وغادي نضربو بالضراب الكهربائي واحد السرعة منخفضة ماشي مجهدة. غادي نحصلو على واحد لاكخيم ماسكة وزوينة وبنينة في نفس الوقت. دابا غادي نبدا ندرب بلا ما نسطع لكم الراس ونرجع معاكم. كيف كتلاحظوا البنات بعد ما طلعت ماسكربون مع القشطة الطرية كنحصلوا على هاد الكريمة هادي عفوا. كيف كتلاحظوا معايا كتجي صراحة خفيفة وزوينة، المذاق ديالها لذيذ بزاف. غادي ندوزو المرحلة الثانية واللي هي غادي نمزجو هاد الكريمة ديالنا، ماشي كلها على حسب الكريمة اللي بغيتو تكون عندكم في الفراولة. غادي نحاول انني ندخلها بلاسباتول كلها، صراحة كتجي لذيذة بزاف. بهذا الشكل هذا تنسالي ونرجع معكم. كيف كتلاحظوا معايا البنات بعد ما دمجت الكريمه مع الفراوله
غادي نخليها هكذا واحد شويه في الثلاجه، ومن بعد غادي نقدمها في كؤوس او زليفات اللي حبيتو. التزيين دائما كيبقى اختياري والتقديم دائما اختياري. كيف كتلاحظوا معايا البنات، بعد ما ملأت الكؤوس ديالي غادي نزين بنفس لاكريم، وضعتها في هذه القريعه اللي كنت سبق لي وريتها لكم. غادي نجي غير هنا في الجناب ندير هكذا وريضات بحال الكاس اللي كيبان لكم في الصوره هكذا. التزيين دائما كيبقى اختياري، وكان هذا هو الشكل النهائي. بعد ما زينتهم غادي نضيف لهم واحد الاضافه ديال الشوكولا اللي كتجي متواتيه مع الفريز والفراوله، هكا الشوكولاته مكسره من هاد الجهه هادي كيف كتلاحظوا معايا. نقدموهم بالصحه والراحه، كيجي ديسير هائل. كان هذا هو الشكل النهائي للديسير ديالنا بالفراوله والقشطه الطريه والماسكربون. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس. انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.